ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My sweetie عبادة, this is your homework for today. Please focus with me. Today you are supposed to learn the rest of سورة القيامة. Listen to my recitation. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Thank you my brother for your attention and see you soon inshallah in the next class. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.